هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم والسلام لكم من كل شر ومن كل وباء ومن كل طاعون، حكم القراف عهد الفناء والحراف. يا جماعة والله ما كنا نمزح ولا نبالغ ولا نسخر لما قلنا أن الحوثية وباء وطاعون وجائحة، وها الحال أمامكم. دمروا البلاد والعباد مع المخلوع وفشلوا في إدارة كل شيء كل شيء إلا حاجة واحدة، الإرهاب. 8 أشهر بلا رواتب ويهددوا أي موظف يحتاج أو يعترض أو يلمح بس بالإضراب إنهم بيستبدلوا بحوثي من السلالة. وبالفعل بالفعل استبدلوا كل موظف عارضهم أو ما عارضهم في كل مؤسسات الدولة. اليوم شهرين وموظفي وعمال النظافة مضربين عن العمل، وليش ما استبدلوهمش الحوثيين بقاوقات وعيال قاوقات؟ لأن القاوقات ما تشتغلش في مجال الخدمات، عيب. هم أزياد وناس يعني كده أسحب فوق يوسخوا بس ما ينظفوش ولا يشتغلوا زبالين ولا حمالين ولا ممرضين ولا مهنيين. ما فيش أي شغلانة شريفة يمسكها واحد حوثي، ما فيش أي شغلانة تدخل له الرزق بشرف. بس بصراحة ما خلوش الأمور سايبة أبداً، تحركوا التحرك الجاد والمسؤول. بس كيف؟ حيال التداعيات الخطرة لتكدس الكمامة في شوارع صنعاء وانتشار الأوبئة القاتلة، تحركت النيابة العامة ممثلة بالنائب العام القاضي عبد العزيز البغدادي بمباشرة نزول الميداني لتقصي الحقائق ومعرفة من المسؤول عن هذا الجرم بحق الشعب. الله الله، نزل النائب العام الانقلابي بنفسه بس مش عشان ينظف، علشان يعمل نمرة وعرض تلفزيوني وصوريني يا مسيرة يا بغطاطي. وبعد النزول للتحقيق يا كونان القمايم، ايش النتيجة؟ كلفنا وكيل نيابة الأموال العامة وعضو نيابة الأموال العامة الأخ محمد شمس الدين وكيل النيابة عبد الله المهدي بإجراء التحقيق مباشرة في القضية وبإشراف النائب العام. نزل تحقق عشان تكلف المهدي وشمس الطين برضو بالتحقيق. فين القلابات؟ فين المواتر لنقل القمامة؟ قلنا لكم هذول حق توسيخ، أما تنظيف لا. ها صاحبتهم إيش بتقول؟ لو كانت هذه الكارثة في أي دولة لكان قد استخدموا أولاً إمكانياتهم الهائلة الطارئة لمعالجة هذه المشكلة، وإن لم ينجحوا سيقدمون استقالتهم، وهذا هو الوضع الطبيعي. من استقيلي أختي؟ من استقيلي أختي أنت الثانية؟ انقلبوا ذولا عشان استقيلوا. وينك يا حمى علي الحوثي؟ تعال تحمل أنت والصمات والفيشي كروش. كم من زور يتحمل 20 طن قمامة؟ هاتوا الشاصات حملوها قمايم ويستنفوا عباد الله. شاصات وهنجمة ويعبين بتلور بمليارات، ما قدرتوا تدفعوا كيس قمامة؟ يا صاحب العمامة والإمامة أنت والمخلوع، قال لك ينظفوا شوارع، عيب عيب عيب، استحوا. قد نظفوا كل خزائن الدولة والبنك المركزي والصناديق والإيرادات والمؤسسات إلى آخر قرش، نظفوا مخازن كل شيء من مخازن السلاح إلى مخازن المصانع والشركات والبيوت، نظفوا الوظائف من موظفينها والقرى والمدن من سكانها. عادوا عليهم ينظفوا لكم الشوارع. كوليرا كوليرا أمر الله. قال زمان يحيى حمير التين حين انتشرت المجاعة والطاعون، من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. أما حسن زيد عادو قايلة تطها قايمة وزكها أقاي طبل له،
قذى قمامة أمام كل عين وتوصل لكل أنف وريحته وعفن الله ثاني. اسمعوا اسمعوا، انشار الكوليرا في إب كما جاء في نداء الاستغاثة يؤكد أن الوباء نتيجة للقصف السعودي. صح 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 صح، هي الطوائر طيرت بالميزانية العامة وخزينة الدولة والإيرادات. الرياض قدرت الكدافة لصنعاء. أين الرواتب يا سراق؟ أنا أشتي بس المخلوق والحوثي ينطقوا اسم الكوليرا صح وبعدين سهل معهم معهم بيفهموا انهم وباء فتاك. تيجي تقول لهم كوليرا يقول لك ايوه كوريلا كوريلا ولا هيلوكس. لفوا القمامة يا قمامة ولا جيبوا مرتبات اشقع وانبل موظفي البلاد. السيادة الناس اللي الكل يستهزئ بهم واثبتوا انهم الاشقع في المطالبة بحقوقهم واضربوا، وهذه النتيجة فشل مدوي ومصايب. صبروا شهر شهرين ثلاثة اربعة، اليوم قد نحنا ثمانية، ايش يأكلوا عيالهم؟ لا فيهم مغتربين بيساعدوهم ولا منهم ناس معاهم مشاريع خاصة تمشي الحال ولا تكاسي ولا معاهم أراضي يزرعوها ويعيشوا. مالية الانقلاب يحملوا أمانة العاصمة المسؤولية والأمانة تحمل المالية، ولو يجوا كلهم يحملوا القمامة ويستحوا أنفسهم إنه أفضل لهم وللجميع. وعهد الشرعية لك هذاك، ما لقيت من تحط أمين عاصمة غير هذا، ولا داري من كوعه ولا بوعه ولا له أي دور أو أي صوت من اللي يحدث بصنعاء. أصبحتوا يا عبد الغني جميل، هي يا أمين العاصمة كيف أنت؟ مصطاح مفتهن مراعي المروحية تروح بها للقرية تهنجم وتخزن لا مغرب زي زمان. يا رجالة حركات أتلحلح لما تنقع بالرياض كده تمخلخلق قليل وطلع لك بتصريح صحفي. أطلق نداء استغاثة، الناس يموتوا بالعشرات مش ترزم كبسة وعلى الشق الثاني. بس الحقة مش عندك، الحقة مش عندك أبدا. سامحونا الحلقة دي يا جماعة كلها صور قمامة، خلونا ننفح قليل ونروح نشوف إيش قالوا. ايش قالوا ليتهم ما قالوا، ليتنا احنا ما شفناش ولا تكلمنا ولا سمعنا بالقرار، ليتهم رقدوا قبل القرار. هذه المره بنخصص الفقره لخبر واحد بس، خبر فقع مراره الناس. قالوا ان ابن الوزير الخالقيه في حكومه الشرعيه اسم النبي حارسه وحاميه تم تعيينه وكيل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ما شاء الله ما شاء الله، تهانينا لكم، بتكونوا برع كلكم. ها ليه برد عليكم تخلوا من المطار؟ هذا غير الخارجية اللي كلها صارت تعيين للشلاب بزاف بزاف. تهانينا برضو، الناس تلقفوا هذا الخبر وما اعتقوش، عملوا قوائم بتعيينات مخزية لكثير من مسؤولي الشرعية. شيء مخزي ومخجل ومهين، نفس التصرفات حق ميليشاوية. نفوس صغيرة تدور مصلحتي بس. التكافل الأسري بين مسؤولية الشرعية ما شاء الله ما شاء الله عالي جدا. يا خبير انت وهو قلنا تستعيدوا الدولة حق الشعب المنحوس، هذا اللي صابر على بلاكم من سابق ولاحق. شرعيين وانقلابيين مش تعملوها تكافل أسري بيناكم البين. من طلع قال لي والعيالي، الوزير يوظف زوجته والسفيرة توظف زوجها والأب يوظف ابنه والصهير يوظف صهيره. ياي وين رايحين؟ ايش ده؟ خلاص يا جماعة، المفروض تكون القرارات الجمهورية عبوة كده عائلية ونخلص. يعني كده يتم تعيين فلان الفلاني وأولاده بمنصب كذا والعاقبة لديكم بالمسرات، وزارات وسفارات ومناصب وألوية وهمية، والرجال في الجبهة بلا رواتب يقدموا أرواحهم عشان استعادة الجمهورية، مش عشان وجوه مغسلة بزيت حارق ودسم لا يغقلوا ولا يستحوا. تتهافتوا على جروح وقيح هذا الشعب. نشتي نسوي حملة إغاثة عاجلة لبعض مسؤولي الشرعية بالحياة، بس من فين نستورد لهم ناموس وضمائر وخجل؟ شكلكم نسيتوا انها جمهورية والناس تقاتل وتموت عشان الجمهورية.
مش عشان تتوارثوها وتتقاسموا انتم. لا يدهدهوك ولا يحرقوك يا سيادة الرئيس، لا يحرقوك من القرارات حق التكافل الأسري اللي ما يستحي لها تستحي منه. الشعب يشوف ويحسب ويفهم وهو أبقالك. فاصل ونشوف الهراتيع ونرجع نواصل مع أصل البلا وأس المشاكل. اهدمنا الزقعاء قلنا بعد الفاصل. حيا بكم ومرحب، والآن مع كثير الهدار اللي هدها وخلاها دمار وغبار، أبو عفشفش الحماء. أرجو عدم التصفيق. إيش حصل؟ من فين ده التواضع والزهد هذا يا أبو عفشفش؟ إيش الإيمان هذا اللي نطلع عليك فجأة؟ وأنت تدري إنه هذا كان حقك العلاج، كان الهيروين، كان الولعة. ها إذا مشى يوم من غير تصفيق يجي لك لازم بالليل، إيش حصل؟ أنا قد صفقت لي 33 سنة. 39 سنة يا نصر، على كل ما مليت ذا الحين. يا رجال فرنسا طلع لها رئيس ولد يوم ما وقعت أنت رئيس وودى في الشعب. أنت متخيل؟ رئيس فرنسا اليوم ولد وأنت رئيس وعلى كل ما شبع التصفيق. متى بيريحنا الله من خلقتك جالس من المنظرين أنت وإبليس؟ أنت وإبليس زملائك هذا دفعة واحدة. المهم جماعة ذولا إيش تشتي؟ يظهروا على الشاشة إن هناك مكون سياسي موجود في الساحة اليمنية اسمه مجلس الشورى. إيش هذا الخجاع؟ قلنا لك أنت إكسبان، أنت خلاص خلاص منتهي الصلاحية من على ما حرق. كيف مجلس شورى ومكون سياسي؟ شوف أنت جلستك جنب الصمات وبقيات المتبردقين خلتك قبل. هيا مجلس الشورى هذا هو مؤسسة دولة ما هوش مكون سياسي. قصدك ليش إلا الحوثي يفتح مجالس وانت معك مجالس؟ شفت كيف خلاك تخنبق ولا عاد قادر تفرق بين المكون السياسي ومؤسسات الدولة؟ اي اللي بعده. اسمحوا لي قبل أن أستعرض بعض المهام أن أشكر الصحفيين والكتاب وبالذات الكتاب المهمشين والغير ملمعين عبر الشاشات. هذا شكر واضح للأسماء الوهمية حق الفيس، عفاشية وافتخر وعاشقة الزعيم وبقية الشلة. أو قصدك الستين معرف المزاز حق البخيتي؟ يا راجل ما يحتاجوا شكر منك، أشكره مباشرة وهو بيقول لك يوصل يا زعيم يوصل. أتم من تثمين عالي أولئك الصحفيين المغمورين والرجال الأوفياء والذي لا يقل شانا عن المقاتلين في الجبهات. تمن لك تمن. هيا سمعتم؟ طلعوا كلهم رجال، قال الرجال الأوفياء، طلعوا كلهم عساكر وبالفيسبوك عفاشية وافتخر. مساكين اللي كانوا مقشنينين معاهم بالخاص على أساس أنهم مزز، هيا طلعوا شنبات وأمن مركزي. شنب الواحد طالع من عرض الشاشة ساعة الإيريال حق التلفزيون حق زمان. الناس بلا رواتب، حتى أصحابك بيطفحوا الدم حراف وملاطيم. هذا المفيد قال بددد هدى وصبوا واشتغلوا على نار. هذا المشوار طويل، المشوار طويل، لا تتقوقعوا. بكرة هتحسب، بعد بكرة هتنفرج. طرح أصحابه المعتبرين فوق المقلة وشغل لهم من تحت الدافور دافور المسيرة، وده الحين يشتيهم يهدأوا. خذهم بيت قارحوا عليه ساعة الفشار، قال لك المشوار طويل طويل. يحاول يعطيهم أمل، إذا هي بكرة بتصبر من وين عتنفرج يا أبو عفشفش؟ دخلت خذ قعوق وتشتيهم يلحقوا بعدك. يعني يا مؤتمرية الزعيط، الخلاصة الخلاصة لقوا صوابركم للملاطيم لما تفرق. أما هو حسوا عند القروش السعودية بغنائها ودول الخليج وبقية الأنظمة العربية المشتركة بالمال
الخليجي بالنفط الخليجي. يا ريت ان هذه الاموال تذهب الى الشعوب العربية المتحالفة، ولكنها الى ارصدة الحكام وزبانيتهم. طبعا انت خبرة في هذه الامور، 33 سنة وانت تترزق من ظهر الشعب الغلبان، من حرب المناطق الوسطى الى حرب 94، الى ترسيم الحدود، الى حرب صعبة، الى الحرب اسم الارهاب. كم وكم نحسب لك؟ كم الى ذمتك؟ كم قد لهفت؟ قد باسمك اعترفت اليوم، البنك عطل مطنطل، كحتتوا اصحابك بالملاعق، وزباينتك باعوا العدة خلاص. الإخوة، القيادات المؤتمرية المجربة الصابرة الصامدة، لا قلق ولا تستفزوا على الإطلاق، تحملوا مثل ما قد تحملتم، بتنفرج كل شيء له نهاية. الأخوة قيادة المؤتمر أصبروا، بقى تفرق، يلطموكم عادي، يقطعوا أرزاقكم عادي، يهددوكم عادي، يسجنوكم عادي، يبعدوكم من وظائفكم عادي. ما هو إلا زعيم من صبر، انتبهوا، ما بلال المرأة تصبر على باط الزوجة، الشولحة ما يشحق بنات الأصول. أو ماشي يا أستاذ علياء، مسكينة والله مسكينة، حصلت لي ملان ظهرها. قد قلنا لك يا ليدا، قد قلنا لك يا ليدا، قلتي معك معك يا بنت بدر الدين. ها يا بنت عدن، هي انتبهي تنزلي، نعود لزعيم الفلتة. كل مرض له علاجه، له علاجه، وفي نهاية المطاف إذا لم يعالج هذا المرض ستأتي المنية. اقفش، أخيرا سخنت الطاسة عن مخلوع المخالية، وقد بيهدد الحوثة. يا ليت بس قد مربطك شبر، بتقرح راس حوثي هنا أو مشرف هناك زي مشرف بلاد الروس، بس حتروح فين في النهاية؟ بس ما أدري، هو بيهدد الحوثة ولا بيقول لأصحابه يصبروا لو ما يجي الموت؟ دنيا حق الله يا حظية. ما حد تالي صرحت وخطبت أكثر من مرة، نحن نمد أيدينا للسلام مع من يحب السلام، سواء كانت الجارة السعودية أو غير السعودية. صرحت للخارج بالسلام، أما تعزقوهم بالقناصات بالـ100F، إيش هذه الـ100F؟ كل ما أسأل واحد ما يفتهملوش. المهم اليوم لو تمد رجولك للسعودية مش إلا يداتك، لقد كفرت بولي النعم، وانت داري ولي النعم غضبة ملوك، أرخص لك بالحصبة ببني بهلول ببني مطر بأي مكان، لكن قفص ترقص فوق التنين بكله وتشتي تتخارج كيف؟ صرفوا عليك عقود وعالقوك ورقعوا لك وجهك والشاهد الراعي، وبالأخير جازيتهم بتسليم البلاد كلها لإيران بلمح البصر وبالأسكود يا عفاش، حتى مكة ما سلمت منكم، وتشتيهم يأمنوا لك ثاني؟ لو تموت كابلات وألياف ضوئية مش إلا يداتك للسلام، ما معكش حل، فاتك القطار الـ100F. وهي في حقيقة الأمر هي السعودية. لا يا روح أمك، ما طلعتش موزمبيق، ليش ما كنتش عارف إنها السعودية؟ يلا المرة الجاية ذاكر كويس، الخطأ ممنوع خاصة من هذا الحجم. طيب فلنقل حصل خطأ، عندما وصلت القوات إلى عدن وإلى لحج وإلى بعض المحافظات الجنوبية، بعض السلوكيات ما تمثلش عن إرادة قيادة سياسية، مثلت إرادة أفراد إذا حصل خطأ. لا مش معقول، حرب صعدة خلاف إداري، وحربك لعدن وله خطأ سلوكي، مش ملاحظ انه حياتك كلها مقضيها اخطاء؟ عاملين نفسك طفل الخطيئه. طيب خطا من بعض القيادات انهم قاتلوا بالمحافظات الجنوبيه، لكن اللي حصل في محافظه الشمال كان جهاد في سبيل الله، قالوا لك قير يا محروق قير، بس قلت ليس امامك الا جابوتي. واليوم خطا من بعض الافراد، وليش بس اللي عادك تنخط على خلق الله بالعطوان والعطوان؟
لا وكمان عاملني فيها شريفة وهم يتغزلوا بي وأنا أقول ولا ممكن عيب أختشوا لن أخون حبيبي وهذا أنت ها تتحرش بالتحالف علني تبوس القدم وتدي الندم خلاص يا أشقائنا في السعودية تعالوا نتحاور في المكسيكو في ظهر الجنوب حاضرين في الرياض حاضرين في مسقط حاضرين والصموطة لمن وقبحت ما ورا الحدود كيف ويا عشرة شلو عشرين وخر وافسح فين يوقعك بالضبط للتحالف سامحوني وللحوثي نحن متحالفين تطلع عطوان وللقبائل قاتلوا واصمتوا وللمؤتمرين بتسوا وإذا الحين يا أشقائنا في السعودية قلت لي ها مخرف قسما بالله نقودك ملذوع يا راجل راعي المشاعر العاطفية لنبيل الصوفي على أبو حرب حاضرين قلت لي ها يا راجل عيب اخقل من الهنقمة سنتين مالك كذا فجأة فالت أصمت أصمت ولا داخل استنانا الحلقة الجاية أكمل مع خنبقاتك هذه واللي بعده واللي بعد بعده وكل قنبعاتك مرصودة أشوفكم الحلقة الجاية وش ولا أنا السلام عليكم.